بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عنه صففنا صفين خلفه، أي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. الحديث: أي وانحدر الصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو المؤخر وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، وانحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع وركعنا جميعا. وذكر نحو ما تقدم: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، وفي لفظ: غزونا قوما من جهينة، وذكر نحوه. هذه الصفة من صفات صلاة الخوف، إذا كان العدو بين المسلمين وبين القبلة، أي أنهم يستقبلون القبلة والعدو أمامهم، فيحتاجون إلى ملاحظة ومراقبة العدو حال السجود فقط، وأما ما عدا ذلك فليسوا بحاجة، لأنهم ينظرون إليه. ولمسلم عنه، أي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: صففنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صفين، يعني حتى وإن كان في الأرض سعة فيكون صفان فقط أحسن من كونهم صفا واحدا، أحدهم واقف والآخر يراقب العدو، لا، يكون صفين من أجل مراقبة العدو. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، أي الصفان كبرا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، لأنهم في حالة الركوع يرقبون العدو وينظرون إليه، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا كذلك، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. الحديث: انحدر بالسجود والصف المقدم معه، انحدر معه، ثم سجد السجدتين، ثم قام وانحدر الصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحل العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، وانحدر الصف المؤخر بالسجود.
ذلك أن العدو في جهة القبلة، فقام الصف الأول صار في وجه العدو ينظر إلى العدو، والصف المؤخر سجد السجدتين، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم أكمل صلاته هكذا. واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال الركعة الأولى والسجدتين الأوليين سجد بالصف الأمامي، والصف المؤخر يرقب العدو. فلما نهض بالصف الذي انحدر معه وصار يرقب العدو، ثم انحدر الصف الثاني ليسجد ويكمل سجدتيه، فلما أكملهما وهو متأخر تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم وسجد بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركع بهم جميعا، ثم سجد بالصف الأمامي الحالي الذي كان وراء، فسجد بهم، ثم سجد الصف المؤخر كذلك ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد سجوده وأكمل صلاته. هذه حالة من حالات صلاة الخوف لما كان العدو جهة القبلة، ما يحتاج إلى أن ينصرف بعض المسلمين لمراقبة العدو، إنه يمكن يراقبونه وهو في حال الصلاة. من يشرح لي هذه الصورة يبينها؟ والباقيين ما يعرفونها؟ ما يصلح، لازم يبينون لي كلكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كبروا جميعا، ثم ركعوا جميعا ورفعوا، ثم سجد الصف الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا من السجود صفين، نعم، وركعوا جميعا معه، نعم، ثم رفعوا من الركوع جميعا، ثم سجد الصف الأمامي الذي في الأمام، ثم رفعوا من السجدتين وبقوا مكانهم حتى يسجد الصف الخلفي الذي في الخلف، ثم تقدم الصف الذي كان في الخلف، ركع بالجميع، نعم، في الصف الركعة الثانية، ثم سجد الصف الذي يليه الذي كان مؤخرا أول، ثم رفعوا من السجود وسلموا بهم جميعا. بس هذا هو على الصف الأول، نعم، ثم بقوا مكانهم وسجدوا الصف الخلفي الذي كان في الأمام أول وسلموا به جميعا لما رفعوا. هذا هو، نهض بالصف الأول معه، ثم سجدوا الذين في الخلف، لا، الركوع كان سويا، هي السجود، سجد المؤخر ثم نهض من السجود ثم سلموا جميعا. الأولى شرحناها، نعم، ركعوا جميعا من البداية، صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صفين، ثم ركع بهم جميعا ورفع بهم من الركوع جميعا، ثم سجد الصف الذي يليه مع النبي صلى الله عليه وسلم ورفع بهم من السجود من السجدتين، والآخرين سجدوا بعدهم لما رفعوا هم
هم بقوا في الحراسة وسجد الذين في الخلف سجدتين ورفعوا من السجود، ثم ركع بهم جميعا الركعة الثانية. كمل هذه الركعة الأولى، نهضوا من السجود جميعا، نهض بها وقف بهم ركع بهم جميعا. ثم سجد أصحاب الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رواية الإمام مسلم من حديث جابر: إذا كان العدو بين المسلمين وبين القبلة فإنهم ينقسمون إلى صفين ولو كان في الأرض متسع، فيكبر الإمام ويكبر جميعا، ثم يركع الإمام ويركع جميعا، ثم يرفع الإمام من الركوع ويسجد الإمام ويسجد الصف المقدم، ثم بعد أن ينتهي من السجود الصف المقدم ينحدر الصف المؤخر ويسجد، تمام؟ فبعد أن ينتهوا يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم. نعم، هذه هي الرواية. ثم بعد ذلك يركع جميعا، ثم يسجد الإمام ويسجد الصف المؤخر سجدتين، ثم ينهض، ثم ينحدر الصف المقدم ويسجد سجدتين، ثم يجلس للتشهد ويسلم الإمام ويسلم جميعا. في الركعة الثانية يسجد الصف المؤخر. لا، المؤخر سابقا، المقدم حاليا. نعم، المؤخر سابقا. نعم، هذا أظن خالف المعلومة التي عندي. الذي سمعته أن الصفين كلهم يكبرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يركع النبي وحده. يركع النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع من الركوع، ثم يركع الصفين ويرفعون من الركوع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الصفة كما لمسلم كما في حديث جابر عن العدو بين المسلمين وبين القبلة، ويكبر الإمام ويكبرون جميعا، ثم يركعون جميعا ويسجد الصف الأول مع الإمام، والصف المؤخر واقفين أمام العدو يراقبون العدو، إذا وثم يرفع الإمام من السجود، والصف مع الإمام يرفعون من السجود، ثم تنحدر الصف المؤخر، ثم تنحدر الصف المؤخر، فإذا قاموا من السجود تتقدم الصف المؤخر إلى بعد ما سجدوا، قلت سجدوا، أيوه أنا قلت الصف المؤخر يسجدون بعدما خلص الإمام مع الصف الأول يسجدون، فإذا أتموا سجودهم قاموا، فإذا قام الصف المؤخر ثم يركع الإمام مع الصفين، ثم يركع الإمام ويركعون جميعا، ثم يركع الإمام ويركعون جميعا، ثم تنحدر الصف الأول مع الإمام التي كانت المؤخر، والحالية أنهم الصف المؤول مقدم، والصف الأول كانت الأول وحاليا هم مؤخرين، هم واقفين أمام العدو، فإذا سجد الإمام فإذا رفع الإمام من السجود مع الصف الأول الحالي يسجدون الصف المؤخر التي كانت الأول في الصف الأول، فإذا ثم يسجدون إذا قام الإمام مع الصف الأول يسجدون ويتمون سجودهم،
ثم يسجد الإمام ويسجدون ثم يسلم الإمام ويسلمون جميعا. الله أعلم. هذا الكلام الذي قلته أول هو نفسه. طيب، يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صفين ويكبروا بهم جميعا ويركع بهم جميعا كلهم، ثم ينحدر الصف الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم الأول، إيه الصف الأول ينحدروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يسجد بهم سجدتين، ثم يستمروا جالسين حتى يسجدوا الذين خلفهم، يقومون. طيب، لما يسجد بهم سجدتين يقوم بهم وركعوا جميعا، ثم رفع من الركوع الإمام ورفعوا جميعا، ثم سجد بالصف الأول. نعم نعم، وسجد بهم سجدتين ثم قاموا من السجود، نهضوا هو والصف الأول، النبي صلى الله عليه وسلم والصف الأول، ثم سجد الصف الذي في الخلف. نعم، سجد سجدتين. نعم سجدتين. نعم، ووقفوا نهضوا. نعم، نهضوا الذي كان في الخلف. نعم، وركع بهم جميعا. نعم، ثم نزل للسجود. نعم، الصف الذين كانوا في الخلف أولا. نعم إن شاء الله. اقرأ يا أحمد. ولمسلم عنه. ولمسلم عنه صففنا. عنه من هو؟ راوي الحديث السابق جابر رضي الله عنه. صففنا صفين خلفه، أي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. الحديث، أي وانحدر الصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما يعني في مراقبة العدو، وإلا فلا يختلف عن مكانه، الصف الثاني يقف في مكانه ولا يتحرك إلا أنه يراقب العدو، يراح العدو ينظر إليه، إن تحرك العدو له والمله. نعم. وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، وانحدر الصف المؤخر بالسجود. يعني قام الصف الأول صار في مراقبة العدو وهو أمام، ما تغير مكانه، ثم سجد الصف الثاني، لأنه حتى لو راقب العدو ما يستفيد، ما هو يمه، بينه وبين الصف الأول حاجز. فلما سجد وسجدتين قاموا، ثم تبادلوا الأماكن، انتقل أصحاب الصف الأول إلى الصف الثاني، وانتقل أصحاب الصف الثاني إلى الصف الأول، وسجد الإمام بالصف الثاني المتجدد ركعتين، فلما انتهى وبدأ بالتشهد لحقه أصحاب الصف الأول سابقاً، وأكملوا معه السجدتين، ثم سلم بهم بعدما تشهدوا جميعا. نعم. وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع وركعنا جميعا،
وذكر نحو ما تقدم، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، وفي لفظ غزونا قوما من جهينة، وذكر نحوه ولأحمد وأبي داود والنسائي وغيرهم عن أبي بكرة صلى غيرهم ولأحمد وأبي داود والنسائي وغيرهم عن أبي بكرة صلى، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الخوف بكل طائفة صلاة، ولفظه صلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم تأخروا وجاء الآخرون فكانوا في مقامهم فصلى بهم ركعتين ثم سلم. هذه الرواية تصلح إذا كان العدو في نحر القبلة أو في غير جهة القبلة، فيصلي بالطائفة الأولى الركعتين صلاة الخوف كاملة، ثم ينصرف من صلاته، ثم تأتيه الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعتين، ثم ينصرف، بكل طائفة صلى ركعتين، فيكون العدو أمامهم أو خلفهم سيان، لأن الجهة الثانية الفريق الثاني سيرقبون العدو أينما كان جهته، ما يمنع أن يكون نحو القبلة أو غير القبلة لأنهم سيراقبونه. فإذا سلم الإمام بالطائفة الأولى تقدمت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعتين، فيكون للإمام أربع ركعات وللكل طائفة ركعتان. وروي أنه صلى بكل طائفة ركعة بلا قضاء ومنعه الأكثر. روي رواية أخرى أنه صلى بكل طائفة ركعة وتنصرف الطائفة هذه وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم، ثم هل قضى الباقي أم لا؟ روي بلا قضاء وروي بالقضاء. وقال بعض أهل العلم في قوله ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة هو قصر الكيفية لا الكمية، وصوبه ابن كثير واستأنسوا بقول عمر وغيره فرضت الصلاة ركعتين، قالوا ولهذا قال بعدها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية. وقال البغوي وأكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم لا ينقص الخوف من العدو شيئا، وقيل المراد ركعة مع الإمام وليس فيها نفي الثانية. وقال أحمد صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة أوجه كلها جائزة، ومن ذهب إليها كلها فحسن. ومن ذهب إليها كلها فحسن. قال شيخ الإسلام وغيره وهذا قول عامة السلف. قال شيخ الإسلام وغيره وهذا قول عامة السلف اتباعا لما جاء به الشارع صلى الله عليه وسلم، وأحمد رحمه الله على قاعدته يجوز جميع ما ورد. أحمد رحمه الله كان يتبع السنة، يحرص على السنة كل الحرص، فكان كلما جاءه برواية صحيحة يأخذ بها، فيقول يجوز كذا ويجوز كذا ويجوز كذا، ما دام أنها رويت وصلت إلى الإمام أحمد بسند صحيح
فهو يجوز ذلك رحمه الله. وأحمد رحمه الله. وأحمد رحمه الله على قاعدته يجوز جميع ما ورد. وقال فقهاء الحديث كأحمد وغيره متبعون فقهاء الحديث، الفقهاء متعددون، فقهاء الحديث وفقهاء الفقه. فقهاء الحديث أقرب إلى الصواب من فقهاء غيرهم، لأن فقهاء الحديث يطبقون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغيرها. وقال فقهاء الحديث كأحمد وغيره متبعون لعامة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث أصولها، وربما اختلف بعض ألفاظها فذكرها بعضهم أكثر من الخمس أو الست السابقة، يعني أكثر، لأن الألفاظ والمرواة تختلف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل، يقول المؤلف: أي وانحدر الصف الذي يليه، ما معنى وانحدر؟ انحدر يعني هوى، نزلوا للسجود، هذا انحدر، هذا معنى هوى. يقول السائل: دعاء ختم القرآن الكريم المكتوب عن الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله، هل كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، وهل ورد شيء من ذلك؟ الدعاء الذي ورد عن عبد الله الخليفي رحمه الله هذا دعاء حسن، لكن ما يقال هل ورد الدعاء هذا بنصه في الدعاء الختم، لا، قد يكون جاء بعضه ولم يأتي بعضه، وإنما جاء في الحديث عند ختم القرآن دعوة مستجابة، فلعل الله أن يستجيب حال الدعاء بهذا الدعاء. يقول السائل: هل يجوز تصوير الكعبة والطائفين حولها؟ لا يجوز هذا، لأن الطائفين أوادم وخلق من خلق الله جل وعلا، فلا يجوز تصوير المخلوق المتحرك. وأما الكعبة وحدها فيجوز تصويرها، لأنها جماد غير متحركة، فالكعبة يجوز تصويرها، لكن ما حولها من الطائفين الذين يمشون حولها لا يجوز تصويرهم. يقول السائل: ما حكم من ذهب إلى القبور وتقرب إلى أصحابها وهو جاهل بأن فعله هذا شرك، وهو يعيش في صحراء وكانت هناك استحالة وصول العلم إليه، فهل نعذره بجهله؟ لا يعذر أحد بالشرك أبدا، لأن الله جل وعلا خلقه لعبادته، فعليه أن يسأل كيف يعبد الله جل وعلا عبادة صحيحة. لو جهل في شيء من أحكام الصلاة فقد يعذر، جهل شيئا من أحكام الزكاة قد يعذر، جهل شيء من الأحكام غير الشرك فقد يعذر. وأما في باب الشرك فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله ما لم يأذن به سبحانه وتعالى. يقول السائل: بالنسبة للمسح على الخفين يكون يوم وليلة، وإن كان المسح أكثر من 5 مرات كوضوء نفل،
المسح على الخفين يوم وليلة فقط، لكن متى يبدأ المسح؟ يبدأ عند أول حدث بعد لبس على طهارة. فإذا لبس الخفين مثلا لصلاة الفجر ثم استمر على وضوئه في صلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم صلاة المغرب ثم أحدث بعد صلاة العشاء، فيبدأ المسح بعد صلاة العشاء يوم وليلة، ولا يعتد بما مضى من طهارة عليه قبل الحدث. يقول السائل: ما حكم أكل لحوم الفيلة ولحم فرس البحر؟ أرجو منكم التوضيح. أما الفيل فليس بحلال، بل حلال، بل هو حرام، أنه حيوان ليس بحلال، ليس من نوع الفرس. وأما الفرس، فرس اللحم، الفرس سواء كان فرس بحري أو فرس بلدي بري فهو حلال. تقول عائشة يا أمه، تقول رضي الله عنها أم عبد الله بن الزبير: نحرنا فرسا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا من لحمها. يقول السائل: ما هي المسافة التي يجب فيها الجمع والقصر؟ ما هناك مسافة يجب فيها، وإنما التي يجوز فيها الجمع والقصر. أما الوجوب فلا يجب في شيء ما، وإنما يستحب الجمع والقصر فيما عد سفرا عند أهل العلم غالبا. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يمكن أن تأمر بعض الطلبة يفعلون تطبيق هذه الحالة؟ لا يا أخي، ما يمكن، لأن الأمر واضح جلي. يقول السائل: في هذه الصورة للصلاة في حالة التسليم يكون جميعا جلوس الصفين والإمام؟ نعم، الجميع يسلموا مع الإمام جميعا، لأنهم كلهم يرون العدو ولو تحرك نحوهم. يقول السائل: كيف لو كان العدو ليس في اتجاه الكعبة؟ في اتجاه الكعبة تقدم هذا أولا، إذا لم يكن في اتجاه الكعبة فالعدو يصلي بعض الصف، بعض الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام، ثم إذا صلوا ركعة وأكملوها انصرفوا ووقفوا في اتجاه العدو، ثم على كل طائفة أن تكمل صلاتها وحدها، وتقدم بالتفصيل هذا. يقول السائل: قال المصنف رحمه الله: في نحر العدو. ما معنى نحر العدو؟ نحر العدو يعني في وجه العدو. يقول السائل: هل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قام من السجود أمر الطائف الأول لم يجلس جلوس الاستراحة؟ يا أخي، الأمر أعظم من جلسة الاستراحة وغيرها. الناس أمام العدو ما ينظر لجلسة الاستراحة ولا غيرها. يقول السائل: ما حكم تخصيص يوم السبت بالصوم؟ وهل ورد نهي في صوم يوم السبت ولو صادف يوم عرفة؟ لا يا أخي، إذا صادف يوم عرفة أو غيرها من الأيام الفاضلة سواء كان السبت أو غيره، وإنما ما يجوز للمسلم أن يخصص يوم السبت بالصيام وحده،
يخصص يوم السبت بالصيام لكونه يوم السبت، هذا الذي لا يجوز. أما إذا صامه لكونه يوم عرفة أو البيض أو نحو ذلك فهذا لا بأس به. يقول السائل: حكم صلاة من صلى وليس على عاتقيه شيء مع القدرة على سترهما؟ يلزم أن يكون على عاتقه شيء من ردائه في الفريضة دون النافلة. أما النافلة فإذا ستر جسمه من الفخذ من السرة إلى الركبة فلا بأس. يقول السائل: ما حكم التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته وكذلك الأولياء والصالحين؟ ونرجو من فضيلتكم التكرم بالجواب مع التفصيل في هذه المسألة. التوسل إلى الله جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته هذا لا يخلو، إن كان توسلا إلى الله بفعل فعلته أنت نحو النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم اغفر لي، اللهم باتباعي لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اغفر لي. هذا توسل جائز، لأنك توسل إلى الله بفعل فعلته أنت موافقة للسنة. أما أن تتوسل بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ببركة النبي صلى الله عليه وسلم أو بنحو ذلك، فهذا لا يجوز، لأن بركة النبي صلى الله عليه وسلم ليست لك ولم تقم بشيء نحوها. يقول السائل: هل يجوز صلاة الخوف للمسلمين الذين يتقاتلون كما في يومنا هذا؟ لا تصح صلاة الخوف ولا تجوز إذا كان المسلم يقاتل مسلما، وإنما تستباح الرخص إذا كان المسلم يقاتل كافرا. يقول السائل: قول المصنف ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى، ويحتمل أنهم أتموا حالة واحدة، وما الكيفية حالة واحدة؟ يقول: يحتمل أنهم لما صلوا كل طائفة مع النبي ركعة أكملوا صلاتهم جميعا أو أنهم على التعاقب، يحتمل هذا وهذا والله أعلم. يقول السائل: ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ما بين أذان الفجر والإقامة، وإذا بقي منها شيء أكملها بعد الصلاة؟ لا بأس، صلاة الجمعة صلاة الكهف تستحب قراءتها في يوم الجمعة، والمراد بيوم الجمعة من صلاة الفجر إلى أذان المغرب، كل هذا يوم الجمعة. فلو صلاها قبل العصر أو بعد العصر أو بعد الظهر أو في أي حالة من الحالات يعتبر أتى بالسنة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.